أنا هاي التجربة التاسعة مع directional كب. عندنا هنا على الجهاز عاطل، فراح نجيب الاميتر هنا مكان ما كنا نقيس الباور، أو العفو بدي مش نقيس، هنا راح نقيس بالفولت. بالعكس التجربة راح تسهل، يعني ما راح نستخدم هذا المذبذب، ما راح نستخدم أي شيء، بس مجرد راح نقيس فولتيات، نقيس الفي في أونبوت، ونقيس الدايركتيفيتي، ونقيس الكابلر معنا. فهسه حاليا نجهز الفولتية، نحاول نسويها أعلى شيء، أعلى قيمة تطلع عندنا، اللي هو تقريبا حدود النص، 0.5. هاي أعلى قيمة تقريبا تطلع لنا، نظل نغير بالفولتية لحد ما نحصل أعلى قيمة. هاي شو أعتبر؟ أعتبرها فولتية مال بورت 1، تمام؟ خطوة ثانية، حفصل هذا، دائما افصل الانبوت حتى شنو اقيس الفولتية عند البورت 3. فش راح اجيب؟ راح اجيب الدايركتيفيتي هذاك كان في 1 اللي هو يعتبر على البورت 1، الاول واحد وجدناه. هذا يعتبر بورت 3، تمام. نربط الجهاز تطلع لنا قيمة، هي هاي القيمة بالضبط. نطبق القانون 20 لوج في 1 على في 3 وتطلع الكابلنج فاكتور، تمام. هسه ايش راح نسوي؟ راح نفصل هذا الخطوة اللي بعدها، طبعا الدايركتيفيتي هنا المفروض نقيسه، بس بما انه هالجهاز عاطل فما راح نقدر نقيسه بالفولتية، لان هو يطلع القيم عندنا بالدي بي. طبعا ايه هذا اللود المربع، ايه هذا الفتحة مالكم مربع، هذا صفات محثية، تمام. هذا المحث، ايه هذا المستطيل يكون للمتسعة، صفات سعوية. هسه حاليا راح نربط للمحل، هنا راح نربط لود هنا طبعا، ونقيس V3 and port 3 والV4 and port 4، تمام. هاي القيمة راح نقيس، نسويها بالملي فولت. هاي القيمة نسجلها عند port 3 V3، نربطها. هسه نغير بالعكس، نفس الرابط بس بالعكس. ربط هذا، هاي ترى هذا القيمة، نطبق القانون، تمام. هسه هغير اللود ونفس الحالة، نفس الخطوات راح تنعاد.